بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في سلسلة المحاضرات التعليمية في مجال الزراعة الذكية والري والطاقة المتجددة، ونأخذ محاضرة ثالثة من ضمن المحاضرات نسيج أو قوام التربة السوية تكسر. طبعا حتكون المحاضرة الثالثة كيفية تحديد فئة التربة باستخدام مثلث قوام التربة الـ Textural Trenger Method. راح نتعرف من خلال هاي المحاضرة على شلون نحدد باستخدام هذا المثلث فئة أو قوام التربة، وبعدين راح أروح أنا عديت لكم طبعا مثل ما قلت لكم بالمحاضرة الثانية عديت لكم المثلث بشكل أكثر تفصيل، و وضعنا عليه كل الفئات باللغتين العربية والإنجليزية، ووضعنا وصف أو ديسكريبشن لكل فئة من فئات نسيج التربة. راح نسمع الأحداث، راح نشوف طبعا تحديد فئات أو نسيج التربة باستخدام Textural Trenger Method أو مثلث. هو هذا النظام متبع من قبل وزارة الزراعة الأمريكية، وعلى ضوء يحدد لنا حجم الجسيمات او البارتيكلز باستخدام مثلث. هذا المثلث هو طبعا مثلث متساوي الاضلاع، كل ضلع ينطيني نسبه وزنيه لاحد المجموعات الحجميه بشكل بيرسنتج او نسبه مئويه. هذه النسبه المئويه تبدا من الصفر تنتهي 100%. طبعا هذا راح نشوفه هسه، خلينا نحكي عليه شويه. الضلع الأول على جهة اليمين من المثلث، هذا هو الضلع، يمثل لي طبعا الطين، يمثل لي النسبة المئوية للبارتيكلز للطين، واللي عادة مثل ما شرحنا في المحاضرات السابقة أنه size particles or the diameter of the size particle أقل من 2 بالألف من المليمتر في السامبل أو عينة التربة. الضلع اللي على اليسار اللي هو طبعا يعطيني الغريان أو الطمى، الغريان أو الطمى اللي طبعا الحجم مثل ما قلنا يتراوح من 2، يعني كحد أدنى من 2 بالألف من المليمتر إلى حد 5% من المليمتر، وهذا هو الحالة الوسطية بين الطين وبين الرمل اللي يمثل لي قاعدة المثلث مثل ما نشوف. هذا راح نجي نشرح وناخذ أمثلة عليه، اللي هو نسبة الرمل تتراوح كسايز بارتيكلز أو حجم الجسيمات تتراوح من الحد الأدنى 5% من المليمتر حد الى حد 2 مليمتر. وهذا شفنا طبعا سيكونس او مجموعه متسلسله من الحبيبات او الكريستلز الرمليه او البارتيكلز تتدرج في احجامها، وهذا موضوع شرحناه في المحاضره الاولى، واللي بامكانكم ترجعون المحاضره الاولى والثانيه حتى تتكامل المحاضرة الثالثة معهم من ناحية عرض البيانات والمعلومات الواردة فيها. طبعا التربة من ناحية المبدأ تتقسم حسب المدارس، هناك من يقسمها إلى 3 أقسام رئيسية، وهناك من يقسمها إلى 4 أقسام. مثل ما قلنا عندنا المدرسة الأمريكية والمدرسة الروسية والمدرسة العالمية اللي تمثلها الإدارة العامة للتربة العالمية، ومنظمة موجودة عالمية. فعلى أي حال أي كانت الأقسام، هو طبعا التقسيم الساد هو 3 أقسام رئيسية، وأيضا عندنا أقسام وسطية اللي هي تمثل 12 قسم، وطبعا راح نشوفه حسب النظام الامريكي الحديث. وهذه طبعا طريقه المثلث
مثلث قوام التربة طبعا يعتبر من الطرق الشائعة طبعا بسبب الجاذبية، ويتم تعاملها مع بطرق وعملية غربلة ونحل وإضافة بعض السوائل لإزالة المواد العضوية من عندها حتى يتم تحديد النسب الفعلية للرمل والغريان والطين. ويمكن احنا البارحة أنا شرحت تجربة عملية بسيطة تقترب من الدقة نوعا ما في المحاضرة الثانية، أيضا بإمكانكم المراجعة وملاحظة. نجي هنا احنا من الناحية المختبرية، طبعا هاي طريقة قوام أو مثلث التربة أو تحديد نسيج التربة باستخدام المثلث هي طريقة مختبرية، يعني تعتمد على ما تقوم به من أعمال تهيئة للسامبل وحساب النسب، ومن ثم بعد ما تحدد النسب والنسب المئوية للطين والرمل والغريان نروح على المثلث. بس قبل ما نروح على المثلث احنا نفرض احنا عندنا يعني احنا اخذنا سامبل في التربة، ما عندنا مختبر او عندنا اكو مختبر لجهة معينة، ما في مشكلة، ممكن نرسل هاي العينة عينة التربة الى مختبر التربة حتى يسوون عليها تحليل ميكانيكي. اوكي. بعد فترة سواء انت كنت تؤدي نتائج التحليل الانلايزيشن او جهة معينة حتعطيك نتائج التحليل على شكل نسب للرمل والطين والطماء او الغريان. انت من يعني هنا فرضا انت تكمل الباقي، انت تريد يعني تعرف تشتغل على مثلث نسيج التربة وانت راح تطلع النسب. نفترض احنا طبعا هنا يعني لغرض التعليم بعد ما تلقينا النسب راح نحدد على المثلث ما هو هذا النسيج للتربة اللي احنا اخذنا من عند العينة. الشان راح نستخدمه اول شيء نحدد النسبة المئوية للرمل، هذا طبعا استشرح، نحدد النسبة المئوية للرمل على طبعا النسبة المئوية للرمل مثل ما نشوف تتحدد على المحور على قاعدة المثلث. لما نريد نحدد نسب يعني على الجهة اليسرى اللي يمثل لي الطين أو الكلي، وعلى الجهة اليمنى ليمين الرسم أو على إيدنا نشوف هذا الصلد أو الغريان، وهذا هو النسبة المئوية للرمل. طبعا حنشوف بالنسبة حتى نفهمها بشكل دقيق أنه النسبة تبدي من 0 إلى 100% طين، وعلى الجهة اليسرى ومن الجهة اليمنى نلاحظ تبدي من 0 إلى 100% اللي هو الصلد أو الغريان، ونكمل الدورة كأنما ندور مع عقارب الساعة من 0 إلى 100% رمل أو نسميه البرسنتج أو المايكرو ستركتشر لعينة التربة. تمام. هسه من نريد نحدد مثلث شنو الإجراءات؟ شلون راح نسوي؟ هسه حنروح هنا طبعا حنروح على هذا الرسم مثل ما نشوفه. فرضا أني أريد أرسم نسبة خلي مثلا ناخذ على سبيل المثال 10% طين. لاحظ شلون امشي، طبعا هذا الكلي تشوفون هاي التداريج 10 20 30 40 لحد 100، هذا الخط الافقي يمثل قيمه الكلي، يمثل قيمه الكلي. فانا لما اريد اخذ على سبيل المثال 10% كلي اجي ارسم خط موازي مع افقي للكلي. اوكي، هذا الكلي. لما اجي مثلا عندي 20 حنجي على الرمل، او خلينا نبدا نصل خلينا نجي على الرمل. اوكي، مثلا عندي 20% رمل، عندي هاي التربه على افتراضا عندي 20% رمل،
طبعا مثل ما نشوف هذا 0 10 20 30 40 لحد 100، يعني النوع اللي تربى 100 100% انا اعتبره من الصفر. وتتدرج القيم كنسب مئويه اللي هي البيرسنت اوف سم. فلما اجي طبعا تشوفون هاي الخطوط المائله اللي رايحه نحو اليسار، خطوط المائله هي انا، فاجي ارسم خط موازي، خط موازي لنسبة 20%، أخليه على 20%، هذا هو الخط الموازي، تمام؟ أنا طبعاً هنا أجي أحركه حتى يكون على نسبة 20%، فصار عندي طبعاً أقدر أسحبه، يعني أني خلينا نشوف وين النسب تتقاطع عندي، فصار عندي هسه صار عندي الكلي 10% والرمل 20%. أفرض أني عندي نسبة الغليان، نسبة الغليان 90%. طبعا الغليان مثل ما تشوفون هنا هاي تبدي من الصفر 10 20 30 40 50 60 70 80، فهاي النسب. هذا الخط المائل اللي رايح على جهة نحو اليمين، يعني إذا انطلقنا من القاعدة نشوف هذا الخط المائل رايح لجهة اليمين، حنرسم خط موازي، حنرسم خط موازي مثلا لنسبة 90%، حالة صراحة أرسم هذا، طبعا الباعة ما يعرف ما يعرف ما أعرف إذا تطلع عليكم المحاضرة، يلا هو هذا الواقع شو نسوي؟ هنا صار عندي؟ صار عندي هذا المثلث، صار عندي شوف عندي مثلثين، بس يا مثلث أنا راح آخذ، طبعا أنا النسب اللي منطيني إياها قلنا 90% صلت، تمام؟ او 20% لحد ال 20% رمل سان و 10% طين او كلي. انا اذا اخذت هذا فما تتحقق عند النسب اللي محددني اياها، ما تتحقق، فهذا مو صحيح، نوت كوركتد. هذا المثلث اللي حقق لي النسب 90% غليان وفوق، 20% رمل وتحت، و 10% طين. طبعا في كل الحالتين، في كل الحالتين هذه هي التربة حتكون عندي تربة غريانية. ليش؟ تربة غريانية نسبة الغريان فيها 90% وعندي 10% طين و 20% رمل. تربة طمية أو غريانية، تمام؟ نرجع، هذا هي طريقة، طبعا مثل ما قلنا يعني هذه التحديدات اللي شفتوها شلون أني نرسم، إذا نرسم خط أفقي يمثل لي نسبة الطين حسب النسبة المعطاة، وخط موازي للنسبة المعطاة حتى على سبيل المثال تكون مثلا 35، راح ناخذ أمثلة. خط موازي لنسبة الرمل اللي هي الخط المائل نحو جهة اليسار، وخط، فهذا هو طريقة رسم المثلث. طبعا عندنا مثل ما يظهر عندنا الشكل، احنا قلنا اكو ثلاث فئات رئيسية للتصنيف العالمي اللي هي الطين الكلي والسان والسلك، لكن انبثقت 12 فئة ناتجة من ان الميكسينج او الخلط بين هذه الفئات الثلاثة، فتولدت عندنا تسع فئات فرعية، فاصبح المجموع الكلي لفئات التربة 12 فئة، 12 فئة حسب التصنيف الامريكي. طبعا هنا فئة اللوم او التربة الطفالية، هذا ايضا هسه راح نحكي عليه. نجي هنا ناخذ مثلا بهذا الشكل، لو كان عندي نسبة الطين 33% ونسبة الرمل 34%، نشوف شلون رسمنا الخط، ونسبة السلت أو الغريان 33%، فنشوف هنا نقطة التقاء أو تقاطع الأسهم الثلاثة. طبعا قبل شوية شفنا الأسهم ما تقاطعت، شكلت إنما مثلث، هذه الحالة هنا ربما تتقاطع، قاطعت في منطقة اللوم، أو عندنا هنا
اللي التربة الطفالية اللي طبعا هنا اللي هي هذا اللي نشوف وتقاطعا في زون أو منطقة التربة الطفالية الطينية كليلوم. طبعا دائما التسمية ينتبهون عليه، التسمية لما تكون مكونة من مقطعين نعم، يعني من الترجمة العربية نأخذ المقطع الأخير لأن تنعكس عندنا الترجمة، الجزء الأخير من اللغة الاسم الإنجليزي اللي هو كليلوم يعني التربة طفالية طينية، تربة اللي متكونة من الساند رمل سلت، الساند هنا طبعا 34%، السلت اللي هو 33%، والكلي اللي هو 33%. هنا طبعا يعني لو انطانا التكستر او نسيج او قوام التربه اللي هو تربه طفاليه طينيه كلي لوم، ناخذ الاسم الكلمه الثانيه من الاسم من اللغه الانجليزيه ونحولها للغه العربيه، والكلمه الاولى حتكون الكلمه الثانيه بالتسميه. فهذا هو التسمية تربة طفالية طينية. فإحنا مثل ما قلنا يعني بداية المحاضرة لما ناخذ عينة لما نحدد النسب، ومثل ما شفنا البارحة بالمحاضرة الثانية بعد ما حددنا النسب، هذه النسب راح نجي نسقطها على مثلث قوام التربة، وبنسقطها راح نرسم هذه الخطوط، الخط اللي يمثل الكلي والخط مثل السان والخط المثل نسبة السلك، أما تتقاطع أو تشكل لي مثلث، وبالتالي راح تعطيني نوع نسيج التربة على ضوء الستركتشر للمثلث والستاندرد العالمي. فهذا هو الشكل. ولو نفرض احنا عندنا تربة 15 طين و20% طمى أو غريان 65% رمل، نجي نسقط هذه النسب هنا مثل ما نشوف هنا 65%، نجي نرسم خط أحمر هذا موازي للخط اللي يمثل نسب الرمل اللي هو هنا 65، فبين 60 و70 هذا الخط نجرب. طبعا ممكن أن نرسمه إلكترونيا أو إذا كانت إحنا المساحبين على ورقة نرسمه على المسطرة، يعني نسوي خط موازي للمسطرة بين 60 و70 وحيكون هنا نرسم هذا الخط الموازي هاي النسبة 65% رمل. أيضا نرسم الخط الموازي للخط الأفقي، الخطوط الأفقية مثل ما قلنا تمثل نسبة الطين وبنسبة 15%، وأيضا نرسم خط موازي لهذا الخطوط باللون الأزرق هذا مثل ما نشوفه واللي هي مستمرة طبعا للنهاية اللي تمثل لي السلت، وبالأخير راح يتقاطعون هنا في هذه المنطقة واللي راح تحدد لي نوع التربة اللي هي الساندي لوم، يعني تربة طفالية رملية، تربة طفالية لوم طفالي والساندي رملي، يعني لما أجي أترجمها اللغة العربية التربة الطفالية الرملية، أخذ الجزء الثاني الاسم الثاني من التسمية الإنجليزية، وهذا يكون الجزء الثاني لما أحوله إلى اللغة العربية. فهذا هو النوع. طبعا هنا حنشوف طبعا استنادا إلى التسمية أو التركيب أو القوام الأمريكي أو المقياس الأمريكي لنسيج التربة اللي هنا طبعا متكونة من نسبة 33% طين و 33% غريان و 33% رمل. هذه هي تمثل بناء على معطيات عملية وجدوا ان هذا النوع من التربة ضمن هذا الزونات اللي راح نشوفها هي افضل انواع الملائمة لتربية الاسماك، واللي هي تتكون من ترب رملية كلي ساندي، تربة طينية رملية، والتربة الطفالية
الرملية الطينية ساندي ليلو، تربة طفالية رملية طينية. لاحظ ليش؟ لأنه نسبة اللون بها طبعا هنا شوف نسبة الرمل عالية ونسبة اللون أيضا عالية، لكن نسبة الطين أقل. فهنا عندي تربة طفالية، يعني طفالية رملية طينية، واضح؟ فهذه باللون الأحمر طبعا ترب زراعية ممتازة وأيضا ملائمة عمليا منذ ملائمة لتربية الأسماك في مجال، يعني في بالنسبة للأبحاث الأمريكية. بس لو نجي بشكل عام نريد نعرف وين عندنا أماكن خشنة، وين عندنا أماكن ناعمة، وين عندنا أماكن ميديوم متوسطة النعومة. يعني ما أعرف هذول الجوارين خبروا العالم. فنشوف اللون الجوزي طبعا المنطقة الناعمة اللي تكون بارتيكلز مالتها جدا ناعمة، جدا جدا ناعمة، تكون بها نسب الطين عالية. هنا طبعا تشوفون الكلي، سلتي كلي، كلي لوم، وسلتي كلي لوم. التراب اللي تكون بها بارتيكلز للطين والسلت عالية تكون فاين أو ناعمة، ناعمة القوام. بينما اللي تكون بها نسب الرمل عالية السلت ايضا عاليه، تكون عندنا ميديوم. هذا مثل ما تشوفون هذه الساندي كلي والساندي كلي لون واللوم والسلت لون والسلت اللي نشوف بها، يعني طبعا التربه الغريانيه والطفاليه الغريانيه والطفاليه الرمليه الطينيه والطينيه الرمليه. فهذه تكون يعني متوسطة القوام أو ميديم. وهذه التربة الخشنة اللي مثل ما كنا شايفين من ملمس الرمل، نلقاه ملمس خشن يتدرج من الرمل الخشن كلش إلى الرمل الناعم. هذا هو طبعا أنا أيضا راح أخليكم إياه، هذا الترينجل دائما راح ترجعون إليه. طبعا أنا عديت لكم هذا اللي ما تشوفون هنا، راح اكبره حتى طبعا هذا يعني انا حديته وفق النسب وفق الجداول. هنا طبعا عندي خليت لكم هذا الترقيم بما يلائم ويتوافق مع ترقيم الخواص لكل طبقه. طبعا هنا عندي السان الطبقه الرمليه او الفئه الرمليه أو رملية أو التربة الرملية. هنا عندي رملية مثل ما شفتوا، رملية طفالية، هذا التسمية الساندي لوم أو طفالية رملية، والرابعة طفالية، والسلت لوم طفالية غريانية أو طمية. السلت هو الغريانية أو الطمية ما يفرق شيء، والسبعة الطفالية الطينية الرملية. وهذا طبعا مثل ما نشوف ثمانية طفالية طينية الكليلوم، وطفالية طينية غريانية، وطينية غريانية، والأخير عند الطينية اللي هذه النسب تكون 100%. طبعا نادر من أنه تحصل على تربة تلقاها 100% طينية أو 100% رملية أو 100% غريانية، وانما دائما تكون عبارة عن ميكسين او ميكستشر. هنا طبعا اشرح لكم خواص كل. نجي طبعا واحد انا مرقم لكم اياها، واحد شنو هي التربة؟ تكون في الغالب من الرمل خشن وناعم، تحتوي على قليل من الطين رقم واحد، تكون تربة فضفاضة ادمنتيرس مو لزجة، لما تكون رطبة عندما نفركها علينا ما تترك اي طبقة رقيقة على الصالة. هذا التربة رقم واحد.
التربة الرملية الطفالية اللي هي رقم 2 ماب الزوم حتى تعرفون بالغالب هي رملية، تحتوي على كمية من الطين تنطي لدونه وتماسك، تماسك طفيف قليل لما تكون رطبة. لما نخليها بين أصابعنا نفركها تترك لنا طبقة خفيفة، يعني مو طبقة كلش كبيرة. رقم 3 التربة الطفالية الرملية اللي هي هذه، تربة يكون الرمل بها واضح تماما، يعني كلش واضح، يعني نسبة الرمل بها كلش عالية، تتشكل بسهولة عند ما تكون رطبة. يعني نجيب تربة ونخليها على أصابعنا ونخلي عليها مي ونعجنها، نشوفها بسرعة تتشكل لما تكون رطبة. لكن في أغلب الحالات من تتشكل ما نشوفها تلزق بأصابعنا، ما يعني بشكل ملحوظ. ايضا لما نريد نبرمها ما راح تصير عندنا بشكل خيوط او بالتالة، فما تتشكل الخيوط بسهوله. النوع الرابع التربه الطفاليه اللون. التربه الطفاليه طبعا التربه تمزج بها كسور تشكل بحيث انها تشكل بسهوله من تكون رطبه، يعني لما نخلي عليها مي بسهوله بما يكفي، لكن تلتصق بالاصابع شويه قليل. لكن لما نسويها بشكل خيوط او فتالات صعوبه نحصل عليها. لما نريد نحنيها على شكل حلقات لا تنحني الى شكل حلقات، تطق يعني تنكسر بين لكن السلك لوم الطفاليه الغريانيه اللي هي الخمسه تكون بشكل بلاستيك، تربه بلاستيكيه معتدله يعني، بس مو لزجه كلش للغايه، ناعمه. لما نلمسها نحس بنعومه، ونحس الملمس يشبه الصابون، يعني شكلها الملمس مالها صابوني ناعم غريان، يعني بالضبط شلون صابون رقي، صابون الرقي يعني. كلكم ماخذين هذا الصابون الرقي دائما من نخليه بين ايدنا نشوف الملمس ماله كلش يعني كلش ناعم، فهي شيء مشابه. السته التربه الغريانيه، غريان خالص يكون بها كلش يعني شكلها صابون، حسبالك مثل الصابون. التربه السابعه التربه الطفاليه الطينيه الرمليه الخصبه، اللي هي طبعا تربة الخصبه كلش تحتوي على طين، تكون لزجه بشكل واضح، لما تكون رطبه يكون الرمل بها واضح بنسبه عاليه، وايضا تعتبر من الاراضي الخصبه. طبعا كل هذا الزون هو يعتبر اراضي خصبه، كل هذا الزون هو يعتبر اراضي خصبه، خصوصا الزون المعتدل بين المعتدل وبين الناعم، فمنطقه خصبه. نجي على 8 التربة الطينية الطفالية هذه الكليلوم، تربة لزجة بشكل واضح، بشكل شو لزجة، ما ممكن انه نقدر نشوف بها رمل الا يعني بدقة عالية، يعني صعوبة تمييز الرمل بها. التسعة تربة طينية طفالية طينية غليانية اللي هي سلتي كليلوم. شوف انا صار عندنا مقطع ثلاثي سلفي كلي لوم، تربه طفاليه طينيه غريانيه، تحتوي على كميات كبيره من الرمل، هذه يعني ممكن هنا طبعا مثل ما نشوف، ولكن الطمأ الكافي يعطيها ملمس ناعم بشكل صابون، يعني ملمس صابوني واقل زوجه من الطين الطمي او هذا ما يحتاج، اقل زوجه من الطين الطمي. التربه الطينيه الرمليه او يسمى الصلصال الرملي او الساندي، تربة بلاستيكية لزجة لما تكون رطبة بشكل كافي. طبعا هي هذه رقم 10
ماشي معنا. الرمل كلش واضح ليها مثل ما نشوف، لا يزال واضح، والطين والرمل يكون كلش واضح ليها، يعني ستة عالية، نسبة الرمل عالية والطين عالية، ودرجات متوسطة للغليان، يعني نسبة متوسطة، نشوف نسبة متوسطة، والرمل الناعم يكون بها أقل وضوحا، يعني يكون الرمل الخشن هو أكثر وضوحا. كهذا أيضا من الأراضي أو الفئات الخصبة. تربة الطين الغريني أو السلكي كلاي، وتكون هذه طبعا رقم 11 السلكي كلاي، تكون دقيقة جدا. الشعور الناعم والصابون لجزء الغريان إلى حد ما، وبها اللزوجة، يعني اللزوجة مالتها أيضا إلى لزجة إلى حد معين. وأخير شيء عندنا التربة الطينية تكون بشكل بلاستيك ولزجة، ولما تكون رطبة يعني تكون تسبب لنا الزلق، ولما تكون جافة تكون كلش قوية أو صلبة، بالإمكان إنه نشكل من عندها ندعرجها على شكل خيوط ونسويها على شكل خيوط بين أصابعنا بشكل واضح. هذا هو التقسيم لأنواع التربة وفئاتها ومواصفات كل من هذه الأصناف الـ 12. طبعاً لهنا من المحاضرة، على أمل أن نلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.